اليوم نبدأ الورشة تحت عنوان الاقتصاد السلوكي. The recording has started. بالبداية البعض لعل البعض لا يدرك أن قرارا مثل إلزام المطاعم بإظهار السعرات الحرارية لكل وجبة معروضة للمشترين هو في حقيقته أحد تطبيقات الاقتصاد السلوكي. فالاقتصاد السلوكي الذي هو جزء من علم الاقتصاد يركز على دراسة البعد السلوكي للأفراد عند تحديد اختياراتهم، ومن ثم فإنه يسعى في كثير من الحالات إلى التدخل غير المباشر وتوجيه السلوك البشري نحو الخيارات الأفضل، حيث يتم ذلك من خلال التحكم في بيئة الاختيار ذاتها عبر مفهوم إعادة هندسة الاختيار، والذي يعنى تصميم طرق مختلفة. تبي ذاتك ولد هاي خوش ارجو من الاخوه قلق المايكات اذا اوكي بس ممكن باستثنائي انا لانه واضح الصوت ولا بعد؟ واضح الصوت؟ نعم أكمل، أوكي. إذا بنرجع للفكرة اللي عم نحكي عنها، عم نحكي نحن عن الاقتصاد السلوكي. بالبداية بدي بلش بمقدمة توصل لفكرة شو مفهوم الاقتصاد السلوكي وشو المفاهيم الخاطئة اللي قد لا ندركها أحيانا. لعل البعض قد يدرك أن قرارا مثل إلزام المطاعم بإظهار السعرات الحرارية لكل وجبة معروضة للمشترين هو في حقيقته أحد تطبيقات الاقتصاد السلوكي. فالاقتصاد السلوكي الذي هو جزء من علم الاقتصاد يركز على دراسة البعد السلوكي للأفراد عند تحديد اختياراتهم، ومن ثم فإنه يسعى في كثير من الحالات إلى التدخل غير المباشر. أنا الصوت اللي عندي حدا عم بيسأل ليش ما في صوت؟ أنا الصوت عندي واضح؟ نعم دكتور الصوت واضح، ممكن تكملي، شكرا لكم. ممكن أستاذ أحمد دلك معي لأنه يكون في تفاعل مع المنصة ويكون أي شيء بدهم إياه المشتركين يسألون إياه، إذا ممكن توصل لي إياه الفكرة. يمشي الحال؟ يمشي الحال إن شاء الله، شكرا لكم. ففي كثير من الأحيان تستخدم أساليب الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة والتي تستند إلى السلوك الفعلي للأفراد وليس السلوك الذي تفترضه النظرية الاقتصادية والذي يقول بأن سلوك المستهلك دائما يتسم بالرشدة. علم الاقتصاد التقليدي بينظر لأنه سلوك الإنسان أنه هو سلوك رشيد، بينما الاقتصاد السلوكي بيركز بأنه الإنسان قد يخطئ في اتخاذ قراراته، لذلك فهو يركز على عقلنة هذه القرارات. ينطلق المؤمنون بفكر الاقتصاد السلوكي من التشكيك في فرضية الاقتصادي التي افترضها النظرية الاقتصادية التقليدية، ويقولون بأن كثيرا من القرارات التي قد يتخذها الإنسان قد لا تحقق له أقصى إشباع كلي ممكن كما تدعي النظرية التقليدية. ومثال على ذلك فإنهم يرتشدون بالتدخين وأكل الوجبات السريعة التي تؤدي للسمنة على أنها جميعا خيارات يتخذها الناس، ولكنها تكون في الغالب غير رشيدة لأنها لا تقوم بتعظيم منفعتهم، ولكن لسبب أو لآخر يبدو الناس غير قادرين على اتخاذ خيارات أفضل منها. الاقتصاد السلوكي إلى تحديد وتوضيح الطريقة التي يتخذ بها الأفراد قراراتهم. فالاقتصاد السلوكي يأخذ بالاعتبار المعارف والمعلومات المستمدة من علم النفس وعلم الاجتماع في دراسة السلوك الاقتصادي للبشر. فمثلا إذا أحد الأفراد بيعمل روجيم، ولكن أي مطعم أو سوبر ماركت أي مبدعين مثلا معينة وهذا الإعلان كان إعلان مغري، كثير من الأحيان بتوقف هيدا الشخص عن الرجيم لأكل تلك الوجبات. قد بيكون هالإعلان أثر على سلوك هالفرد، وبالتالي إنه هيدا القرار هو قرار غير عقلاني.
شو فما تعرف علم الاقتصاد السلوكي؟ هذا الاقتصاد هو الاقتصاد الملموس في المجتمع ومهم لأنه يتعامل ويتفاعل مع سلوك الإنسان ليس فقط في منفعته بل في معنويته وكيف يؤثر على الاقتصاد. يعد الاقتصاد السلوكي الذي يجمع بين الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع من أحدث التوجهات الاقتصادية التي بدأت في الانتشار حول العالم، ويعرف بأنه دراسات سيكولوجية نظراً لكونه تحليلاً لعمليات صنع القرار التي يتخذها الأفراد والشركات والحكومات من خلال المزج بين الاقتصاد وعلم النفس، ويعمل على إيجاد البدائل والقرارات السليمة لأفراد المجتمع. كان أهم الذين بحثوا في علم الاقتصاد السلوكي هو ريتشارد تايلر وتلميذه كمان سانشتاين اللي عندهم كتاب ألفوه اسمه نادج. بعد شوي بنحكي عنه لهذا الكتاب وشو معناه نادج. فهو بالنسبة لريتشارد تايلر أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو وغيره من الاقتصاديين، فإن الاقتصاد علم وسياسة متعلق بشكل جذري بالسلوكيات والنفس البشرية. أفكاره أثرت في أساليب اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية في العديد من الدول. اهتم بدعم التفاعل للمواطن مع سياسات الحكم، إذ أن بإمكان الإنسان أن يؤذي نفسه ومحيطه بسبب مفاهيمه الخاطئة أو عامل نفسية سائلة. قديش نحن بكون عندنا حالة نفسية بتأثر على قرارنا باتخاذ أو بشراء مثلا سلعة معينة أو أي تصرف، فالنفسية بتلعب دور كبير وهي قد تؤثر على المجتمع، على الصحة النفسية، على التربية. فنظرية تايلر كمان بتحث الحكومات لمراعاة العامل النفسي دائماً خاصة بلبنان وببعض الدول العربية. بالسياسات اللي بتتبعها الدولة ما تنظر للمسألة النفسية والعامل النفسي، ما بتراعيها أبداً. فقد هذه النظرية بتأثر بتحس الحكومات مراعاة هذا العامل النفسي. هذه النظرية نجحت في تحسين خدمات حكومية، فكيف يمكن للحكومات العربية الاستفادة من مثل هذه النظريات؟ عادةً تنتقد السلطات العربية لاتخاذها قرارات بمنأى عن المواطنين. تعجز الحكومات عن تطبيق سياساتها، فبدل من أن تلجأ إلى تحفيز المواطنين فإنها تفرض عليهم أمرا واقعا. دائما في الجبر دائما ببعض الحكومات العربية، في الجبر، ما في تحفيز لسلوك المواطن مثلا لاحترام القوانين، أبدا ما في. كمان مثلا إذا نعطي فترات عن لبنان من مشكلة القمامة بجمع القمامة، فمعاناة بعض الدول خاصة مثل لبنان بجمع القمامة وحث المواطنين على الحفاظ على البيئة لم تكن ناجحة بشكل عام، وسبب وراء ذلك عدم دراية بعض المواطنين المصلحة المباشرة. فنحن لازم دائما يكون في توعية لهذه المواطنين وشو في وراء فايدة إذا التزم مثلا بهالإجراءات، وقد بتأثر على صحته النفسية وكمان على تصرفاته السلوكية. فعسى أن يكون لفوت تايلر دور في حث الحكومات على إشراك الشعب بشكل أساسي في قراراتها ومراعاة العامل النفسي والبشري بشكل يؤدي إلى زيادة المنفعة العامة. الاقتصاد السلوكي بيركز كثير على أهواء البشر، كيف تأثر معنويات الناس عند قراراتهم الاقتصادية، كيف يمكن للحكومات أن تلعب على هذا أو بأسلوب يمكنها أن تنجز فيها سياساتها الاقتصادية. فخبراء الاقتصاد اتغاضوا عن الاقتصاد السلوكي، خاصة من نحكي عن الاقتصاد التقليدي، بالنظر إلى كيفية تعامل البشر بشكل غير منطقي بدور بمصلحة مباشرة لهيدا الإنسان. فالبشر بيراهنوا إنه المستقبل بيراهنوا على المستقبل وبيستثمروا بشكل غير منطقي ثم يحصل انهيار. كيف يكون هون تصرفاتهم؟ بعد شوي نحكي عن مبادئ تايلور لضبط المحاسبة العقلية. ننتقل هلا لنحكي عنها. قلت لكم بإمكان الإنسان أن يؤذي نفسه ومحيطه بسبب مفاهيم الخاطئة أو عامل نفسية سائدة.
فإذا أدرك صانعوك السياسات أن السلوك البشري مع أخذ عوامل أخرى بالاعتبار يؤثر مباشرة على ما يحدث في قضايا مثل الصحة، التعليم، الالتزام الضريب وغيرهم، فسيصبح صانعو السياسات منفتحين بشكل متزايد على تطبيق العلوم السلوكية بغية تصميم سياسات ذات نتائج أفضل. مبادئ سايلور هي بين الإجبار والتنبيه، هو التنبيه نضج، معناتها التنبيه، الوعظ يعني التحفيز. بقلنا كمان بيدعينا سايلور أن أثناء الأزمات مثلاً دائماً قلنا أنه الإنسان براهن على المستقبل، فبيستثمر بشكل غير منطقي وبدون ما ينتبه للانهيار، قد يحصل انهيار. هون سايلور بيركز بقلنا أثناء الأزمات لا تراهن على المستقبل بالاقتراض المفرط. بقول كن مرن، تقشف عند الحاجة، ادخر بدون تعسف، الرهان بيكون ملموس. فكيف يمكن للحكومة الاستفادة من هذه الأفكار أيضا؟ وكمان بإمكان الحكومة في ظل الأزمات أن تستفيد من هذه الأفكار لاتخاذ القرارات المناسبة والسياسات اللازمة خاصة أثناء الأزمات. فمثل ما قلنا أنه نضج يعني التنبيه، والتنبيه هو أفضل من الإجبار. الموضوع ليس فقط مادي، بل موضوع اجتماعي ثقافي، تحفيز المواطنين، إشراك المجتمع بشكل كبير بما هو إيجابي. زيادة على ذلك، فإن الباحثين في هذا المجال يهتمون بدراسة الدوافع، العوامل التي تحدد السلوكيات غير المنطقية والتحيزات التي لوحظت في خلفيات اجتماعية اقتصادية مختلفة، مثل تحيز النفور من الخسارة، وتحيز الثقة المفرطة، وتحيز المقارنات الاجتماعية وغيرها، والتي تتجه بسلوك المستهلك بعيداً عن الرشادة. لسبب أو لآخر يبدو الناس غير قادرين على اتخاذ خيارات أفضل منها. لقد قام العديد من منظري الاقتصاد الاستهلاكي بتمييز هذا الفرع من الاقتصاد على أنه فرع أو زاوية جديدة من علم الاقتصاد يقوم باستخدام أساليب وتقنيات تحليلية من علم النفس، وذلك لدراسة عمليات صنع القرار والسلوكيات الاقتصادية بهدف تنمية القوة التفسيرية والتنبؤية للنظرية الاقتصادية من خلال تزويد دوافع نفسية أكثر معقولية. في حد عم بيسأل إنه بده يتدخل في مجال ولا بعد شوي؟ إذا ممكن لنهاية الورشي. تمام؟ فاستخدام أفكار وتطبيقات الاقتصاد السلوكي بتنظيم التفضيلات والقرارات الخاصة بالأفراد أصبح توجهاً عالمياً ولا يزال يتنامى بشكل مستمر، حيث نجحت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في تنفيذ هذه السياسات بنجاح واضح، مما فتح الباب واسعاً أمام طرق جديدة للتعامل مع السلوك الاقتصادي ولتنظيم السياسات العامة. من ثم يمكن القول بأنه إذا أدرك صانعو السياسات أن السلوك البشري مع أخذ عوامل أخرى في الاعتبار يؤثر مباشرة على ما يحدث في قضايا مثل الصحة والتعليم والالتزام الضريبي وغيرهم والكثير، فسيصبح صانعو السياسات منفتحين بشكل متزايد على تطبيق العلوم السلوكية بغية تصميم سياسات ذات نتائج أفضل. إذا نعطي مثال، أظهرت تجربة أجريت مؤخراً بلبنان، إحنا بلبنان في عنا نضج لبنان داخلي عنا، أن كمية أدوات المائدة البلاستيكية المرسلة مع وجبات الطعام التي قد يتم توصيلها إلى الزبائن تراجعت بنسبة 77.9% عندما استخدم الموظفون الذين يتلقون الاتصالات تحفيزاً كلامياً بسيطاً عبر طرح السؤال على كل واحد من الزبائن لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى أدوات مائدة بلاستيكية وتذكيره بتأثيرها على البيئة بدلاً من إرسالها تلقائياً مع كل طلبية.
كان في ورش دائما كمان تدفع المواطن انه يستخدموا الباجز الكرتون بدل او هيدا الكيس اللي على طول بيكون بيتوضب بالبيت بدل البلاستيك للمحافظه على البيئه. فلا بد من هندسه الاختيارات عند اتخاذ اي قرار. لسبب او لاخر فهل هذا العلم الذي يهتم بدراسه الثروه كما يقول بعض ام هو العلم الذي يهتم بكيفيه تحسين الحياه الماديه للانسان؟ علم الاقتصاد هو علم بيهتم بكيفيه تحسين الحياه الماديه للانسان، او كما يقول بعضهم الاخر ام هو علم الذي يهتم بكيفيه اشباع حاجات الانسان باستخدام مواردها المحدوده؟ نحن امام واقعه ثابته الان، وهي ان الناس يختارون طوال الوقت، انهم يختارون الملابس التي يرتدونها، ماذا ياكلون، كيفيه استثمار اموالهم، المرشحين الذين يدعمون، مع ذلك في حين انهم غالبا ما يختارون دون اكراه، فانهم لا يختارون بدون تفسير، حيث يؤثر السياق الذي يتخذ فيه الاشخاص القرارات فيهم بشكل ملحوظ وغالبا عن قصد وبعيدا عن التساؤلات الجانبيه التي قد تثور هنا، مثل هل تحدد خياراتنا وشخصياتنا؟ أليس من الممكن أن يكون اختياري هذا اللباس أو ذاك محط تأقلم مع المجتمع المحيط؟ وما هو مدى عقلانية ومنطقية الاختيارات التي تتخذها هذا الموقف؟ الأسئلة كلها ترجع عن السياق الحالي، ولكن الاهتمام الأساسي لمؤلفي نضج يتمثل في سياقية الاختيار. وسياقية الاختيار هي العوامل والمؤثرات المحيطة بإقدام المرء على الاختيار معينا بأن التفاصيل الصغيرة وغير المهمة على ما يبدو قد تكون لها تأثيرات كبيرة في سلوك الإنسان. لكن الفكرة التي تمثل عمود الفكري بكتاب نضج متعلقة بالاهتمام بسياق الاختيار هي بالأجواء التي يتم فيها اتخاذ الاختيار تتعارض مع الموقف الشائع والذي ينادي بتعظيم الاختيارات، كلما زادت الخيارات كان ذلك أفضل، لأن هذا ليس صحيحا، فالاختيارات الكثيرة مثلها في ذلك مثل الاختيار الشحيح أو المحدود تحدث نوعا من الإرداف والتشتت، فضلا عن أنه حتى في ظل الاختيارات الكثيرة المتاحة سيختار المرء ما يجنح إليه عاطفيا. أنا برأيي أنه دائما برأيي الكثيرين إذا إحنا فكرنا بأي فكرة معينة معين فهيدا الفكرة أول شيء بتكون فكرة بالعقل بعدين بتصير سلوك، ودائما العاطفة هي بتأثر أيضا على السلوك. لابد من هندسة القرار الذي يستخدم علم النفس عند الإنسان للتأثير في سلوكيات المواطنين وقراراتهم وتغييرها من دون تجريد من قدرتهم الفردية. مثال مثلا نعطي مثال على فاتورة، دفع فاتورة أو إيش. حصلت مجموعة التحكم الأولى على فاتورة عادية، كانت مجموعة مثلا فاتورة وكانت هاي المجموعة بمثابة الخط المرجعي الذي ستقيم الاختبارات الأخرى على أساسه، وحصلت المجموعة الثانية على إشعار لتذكيرها بالعقوبات المترتبة عن التأخير بتسديد الفاتورة، أدى إلى تحسن التسديد بنسبة 5%. استلمت المجموعة الثالثة إشعار ورد فيه أن 90% من جيرانهم سددوا فواتيرهم ضمن المهلة المحددة، مما أسفر عن تحسن بنسبة 13% بتسديد الفواتير. أما المجموعة الأخيرة فسلمت إشعار عليها صورة العلم اللبناني صارت بلبنان مع اللعب على وتر المشاعر الوطنية عبر الإشارة إلى أن المواطن الصالح يسدد فواتيره ضمن المهلة المحددة، ما أدى إلى تحسن بنسبة 15% بالتسديد. فقديش عنا العاطفة بتأثر على سلوك الإنسان، فلا بد من إجراء تحسينات كمان قابلة للقياس. دائما كمان بلفت أنا النظر بكتاب نضج وبيضعنا زوايات التأويل الأفكار نجي عن المؤلف اللي حط هذه الأفكار من تحيزاتنا واختياراتنا غير المنطقية وجها لوجه، وبقول لكن ما الحل بحق؟
فينصح المؤلف أن نفترض أن الإنسان سيرتكبون أو أن الناس سيرتكبون أخطاء في بيئات العمل أو الحياة الشخصية، ومن ثم ليس علينا كقادة فرق كقادة أو مدراء مؤسسات أن نصنع نظاما يأخذ في اعتباري أخطاءنا المحتملة، وإنما أن يساعدنا في الاستفادة من هذه الأخطاء ذاتها. وهنا نتذكر مقولة نيتشه: إن كانت فالحقيقة إن كانت موجودة فيها شيء من الجنود، أما الخطأ فيدفعنا إلى التحسين والتطوير. دائما لابد من مواجهة التحيز والاستفادة من الخطأ. توصيات لآخر عيد الورشة: إنه من عندنا حاجة دائما لتبني دراسات علمية حديثة رصينة للسلوك الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع ومؤسساته، تهدف لتحديد مختلف اتجاهاته المعيشية والحياتية وتحسينها وتوسيع قاعدة الخيارات والبدائل الخدمية المتاحة لتحقيق استجابة إيجابية للأولويات المالية والاقتصادية والتفاعلات الاجتماعية لأفراد المجتمع. يجب على وزارة الاقتصاد مثلاً تحسين فعالية السياسات العامة من خلال الدراسات السلوكية وتسهيل وتفعيل الخدمات العامة للمواطنين من خلال إعادة هندسة طرح بدائل للمستهلكين والتعاون مع القطاع الخاص في إعادة تصميم البدائل والبيئات المحيطة بها من أجل تحقيق الصالح العام وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع. لابد من التشارك والتكامل بين القطاع الخاص والعام لتعزيز الممارسات المستدامة مثل إعادة التدوير. لابد من استنباط تحفيزات فاعلة تساهم في تحسين التقيد بالقوانين للسير والحد من رمي النفايات ومن الفساد أو الاقتصاد في استهلاك المياه والكهرباء. لابد من ترويج استخدام مفهوم نضج الوجزة كما قلنا، أو التحفيز لإعداد السياسات الوطنية وتحسين الخدمات العامة، حيث أنها أداة فعالة جدا، خاصة أنها أداة فعالة في لبنان كما أشار بعض الباحثين، وغالبا ما تكون المقاربات التقليدية لتنفيذ القوانين العقوبة والمكافأة غير فاعلة. وأحد الأسباب هو أن الأمران يتطلبان إجراءات مكلفة للرصد والتنفيذ. أما مفهوم نضج الذي يسميه هي الطريق الثالث، فزهيد الكلفة وفاعل ويستند إلى الأبحاث وليس إلى الحدث. في ختام هذا الورشة لابد من التذكير بأنه الجدال بأن الإنسان هو أصل التنمية، وكما ذكر تقرير التنمية البشرية، رأس المال البشري والاجتماعي يسهم بما لا يقل عن 64% من أداء النمو، بينما يسهم رأس المال والبنى التحتية بما مقداره 16%، وكما وتسهم الموارد الطبيعية بما مقداره 20%. وكأن عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي تتمثل أساساً بالأفراد والمجتمع وليس بمؤشراتهم الاقتصادية الكمية المادية، وبالتالي فالإصلاح الاقتصادي لن يكتمل دون اهتمام بالعمل على تعديل سلوكيات الناس تجاه مختلف القضايا والمجالات التي يمكن أن نبدأ بها كثيرة، منها على سبيل المثال تنظيم المرور بالشوارع والسيطرة عليها التسبب التسيب والفوضى وعدم الاحترام وحوادث الطرق المستمرة. فلم يعد يجدي وضع الآلاف من رجال الشرطة أمام الناس كي يطبقوا القانون، بل إن مجموعة إشارات وترتيبات في الطرق هي التي تدفع المواطن نحو السلوك المرغوب. يعني نسميها هي إعادة هندسة للموارد البشرية لتحسين سلوك اتجاه مجتمعه، بيئته، صحته، معارفه، إدراكاته، وأي شيء آخر. وشكرا. بس بدي أشير لشغلتين: قد أثر استخدام أسلوب التحفيز والإرشاد العقلي السلوكي الانفعالي على الاقتصاد، قد أثر على الاستجابات السلوكية، كل هذه بتأثر على السلوك عند البشر. وشكرا. تفضلوا، أي سؤال؟ شكرا جزيلا للدكتور على هذه المعلومات القيمة حقيقة، جدا روعة. شكرا لكم، شكرا لحسن إصغائكم. الله يسلمك دكتورة. أي من الأخوة أي استفسار يحبون يطرحون الأسئلة أو يداخل صوتيا يرفع
يضغط على يد الهاند وإن شاء الله نسمح له بالدخول. إذا ممكن يمكن حدا عم بيطلب نفتح المايك. تمام لحظة. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. جزيلا على هذا الحوار الرائع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا وسهلا. شلونك أستاذ أحمد؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. يا مرحبا شرفتنا. معك دكتور حامد كناني. يا مرحبا بيك دكتور. أسعد الله مساك دكتور. الله يسلمك. أريد أسأل الدكتور عن واحد من المانشيتات اللي هي تحدثت عنها انه دخول او تعشيق القطاع الخاص مع القطاع العام. احنا نعرف انه بالعراق او بعض الدول العربية القطاع الخاص تقريبا اصبح مثل الملابس البالية لا قيمة له، وقيام الدولة اي دولة قيامها يكون هو على القطاع الخاص، لان يكون سند لاقتصاد الدولة. فهل يوجد شيء يوفر للقطاعات الخاصة بالتنمية واستدامة إلى الأمام، أم تبقى حال كل الدول العربية حالها حال فقط أنه تأخذ وتستورد من الخارج؟ شكرا لك. شكرا لك دكتور. بيقصد الدكتور فكرته اللي بده يوصلها انه استيراد وتصدير منتجات عام موارد بشريه، ولا شو بالضبط؟ اذا ممكن السمع دكتور. انا قصدي يعني صناعات اللي يستخدمها القطاع الخاص اللي هي مساندة لاقتصاد الدولة، صح لو لا؟ صح. اوكي بالضبط. احنا قطاعات الخاص اللي موجوده بالدول العربيه بتضمحل. لماذا؟ لأن الدول لا تستطيع أن تطور من هذا الجانب، هذا الجانب مهم باقتصاد الدولة. صحيح. نحن دائما بالدول العربية وخاصة بلبنان العديد من الدول في فساد، في فساد بالدوائر الحكومية، ما بتشجع أبدا لإبداعات ولريادة الأعمال، وهذا الشيء خطأ. مع إنه في إمكانيات مثلا بلبنان، في إمكانيات عالية وقدرات عالية، وببعض الدول أكبر مننا كمان بيكون ما عندها إلا إمكانيات المورد البشري، بينجح وبيوصل لنمو اقتصادي عالي نتيجة استثماره لهي الأيدي العاملة. أما بدول كثيرة عربية مثل لبنان والعراق، العراق الشعبية بلبنان، إنه ما في استثمار لهيدي الموارد البشرية اللي هي أساس الإبداع، اللي هي أساس النمو الاقتصادي. فلازم حلول من الدولة. فالمشكلة بالدولة، مش المشكلة بالأفراد والقطاع الخاص. المشكلة الدولة هي اللي ما بتساهم وما بتخلي القطاع الخاص ترهقه بالضرائب، ترهقه بالتكاليف العالية للتصنيع. فهذه بتكون لما تكون تكاليف عالية بتخلي يستورد من برا لهذه الصناعات، بينما احنا عندنا قدرة. كرأيي لو يصير قطاع مختلط أحسن من القطاع الخاص والقطاع العام، يكون 51 مقابل 49. يكون القطاع بس الصوت رح وإجا. ممكن سؤال؟ يكون قطاع مختلط أحسن من القطاع الخاص والقطاع العام. هالشيء غلط انه القطاع العام ما يستثمر موارده البشريه. لازم
يكون في استثمارات مثلا بالجامعات، مثلا بالجامعات لما بيعملوا دائما بالجامعه اللبنانيه يعززوا روح الابداع داخل الجامعه، بتؤدي لانتاجيه وبتدخل موارد داخل الجامعه، وكمان نفس الشيء بتخليه مثلا يقوم بابحاث، اللي كمان هذا الشيء بياثر على المعرفه، وكمان بيكون في عنده جي دي بي، هيدا النمو بيكون في دراسات وبحوث وتطوير اللي بتؤدي كلها انعكاسات على النمو الاقتصادي. انا ضد انه الدوله بتعد انه يكون في هي نسبتها 50 او 49%، بالعكس القطاع العام اذا كان في دوله وكمان في اداره بهذه الدوله هي افضل من انه تكون للقطاعات الخاصه. شكرا لك. شكرا لك دكتور على المداخله، شرفتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وياك المحامي حسام محمد سامر. ممكن نضغط شوي على الدكتور؟ نعم، معك المحامي حسام محمد سامر. اهلا وسهلا بك استاذ، يا مرحبا. الله يخليك حبيبي. تفضل استاذ. السؤال حي طبعا حضره الدكتوره على هذه المحاضره القيمه، وشكرا لاتاحه الفرصه ولو لوقت قليل اختصر المقدمات وادخل بالموضوع المهم. أستاذة دكتورة بالنسبة للقطاع العام أيضا متعطل، يعني لأنه نحن نلاحظ البطالة المقنعة وترهل مؤسسات الدولة، يعني هذا هم ينعكس سلبا على نفسية الموظف ما راح يبدع. عندنا بالقطاعات العامة بالمرفقات الإدارية خريجين قانون شهادات عليا، خريجين يعني علوم إنسانية، يعني هندسة ما هندسة ما إلى ذلك، كيمياء، علوم حياة، نشوف قدراتهم متعطلة. يعني مجرد هو يكون يعني يداوم يقعد خلف الميز ويعني يقضي نهاره، لا إبداع، لا مثلا تمارين علمية مثلا يكلفون ببحوث، يكلفون مثلا بدراسة أوضاع السوق اللي هو القطاع الخاص من اللي يدعم. المفروض مثل ما تفضل الدكتور قبلي، يعني القطاع الخاص يحتاج دعم ويحتاج تنويع، يعني لازم يدخل القطاع العام حتى يرفد هذا القطاع. القطاع الخاص هو قطاع مشلول. بالإضافة إلى ذلك، يعني احنا نلاحظ الدول يعني مو بس العراق ولبنان، كل الدول حتى مصر ما تدعم السلعة المحلية، ما تدعمها، فلذلك السلعة المحلية السلعة ذات جودة عالية لكن سعرها غالي. يعني مثلا لنفترض أنا إذا أريد أشتري الكرسي السوري اللي هو تصنع سوريا، كرسي راقي درجة أولى لكن غالي، بينما الكرسي الصيني هو كرسي درجة 10، يعني بسعر الكرسي السوري أشتري 4 كراسي صيني. ليش يعني ما الدولة مثلا تتحرك ويعني وتشرك القطاع العام وتخلي يشرف على المعامل والصناعات والموارد البشرية وينظم دخولها لهذه الشركة؟ لتحت الفرصة. شكرا لك. صحيح، نحن لازم ندعم الصناعات المحلية، ونحن لازم نطور كمان المصانع، نطور المكانات والآليات اللي بيستخدمها، نخفف من التكاليف. طيب ليه بده يفرضوا هالقد، او انه فواتير مثلا الكهرباء، الفواتير المازوت، لما يكون في دعم للمصانع ما بيكون في هالقصص؟ لا، لانه هن بطبيعه الحال هن بدهم مصالحهم الشخصيه، عندهم شخصنه، بحبوا هن يسرقوا، يكون في فساد بالدوله. هذه هي المشاكل اللي عم نعيشها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا الاستاذ طلحه من العراق، خريج بكالوريوس علم نفس. اهلا وسهلا بك استاذ، تفضل. بالنسبه للاستاذه الدكتوره العفو، احنا تغيير السلوك من السوي والغير سوي يقع بالعامل الاول على البيئه التي يعيش فيها الفرد. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع العام، كلما زاد القطاع الخاص داخل
الدولة كلما زاد الفساد الحكومي في القطاع العام. ليش؟ لأن راح يحسبون إحنا حسابات هواية اللي مسؤولين عن القطاع العام إنه حاليا الأفراد اللي يعيشون بهذا الإطار الدولة ماذا يحتاجون من الحكومة، راح تزيد عندهم الفساد ويقل القطاع العام العمل، مما يزيد على كثرة القطاع الخاص. زيادة القطاع الخاص داخل الدولة راح يسبب اعتماد من الدولة على زيادة الضرائب وزيادة الفواتير في القطاع الخاص، مما يؤثر عليها تأثير كامل في صعود الأسعار بشكل غير متوقع، مما يرى العالم أنه أصبح هنالك احتكار في القطاع الخاص. تعرف شو مشكلتنا؟ مشكلتنا أنه ما في سلبية لا بالمناهج بيعلمونا أنه احترام أو زيادة القانون، لا بيكون في تربية، لا بيكون في حسن تصرف، لا بيصير في وعي. وقديه انه مساله انه اذا بنحافظ على هيدي الموارد ونستثمرها بشكل صحيح قديه انعكاستها على تطور المجتمع، قديش اذا بنحس الفرد على الابداع اكثر لاستثمار موارد وطاقاتنا الداخليه قديه انعكاستها على ازدهار المجتمع. هذه المشكله بالاساس لا بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص، مشكلتنا بالفرد وبتربيه الفرد. هو المشكلة، العفو دكتور، هي المشكلة أنا قلت لك ليش من البداية قلت لك أساس السلوك الفرد من تحويل مسوي إلى غير مسوي أو السلوك الشاب هي البيئة التي يعيش بها، وأنا أقصد البيئة التي يعيش بها أقصد من الأسرة ومن طلق خارج. طيب من وين بنبلش؟ مشكلة الجاجة والبيض، من وين بنبلش؟ هات لنشوف. إحنا نبلش لازم أساس يكون من بداية الأسرة تطلق، لأن مستحيل يكون هنا كتابي. أنا لا بركز هلأ بكتابي على الطفل وعلى الولد الصغير وتنشئته وتربيته تربية صحيحة، لأنه هو رح يكون شاب المستقبل، هو رح يبني بطبع المجتمع، ولازم ما نيأس، ولازم نقول لازم هلأ نحن نعمل توعية وورش وكمان نبرمج هذه العقول على السلوك الصحيح. مثل ما قلت إنه نحن مثل ما منفكر نتصرف، فهيدي العقل كيف لازم نبرمجه بطريقة لا يكون في سلوك جيد وسلوك غير سوي. بالضبط دكتور، حتى يعني المثال اللي ضربتيه على المطعم والمعالق البلاستيكية من أصبحت الناس غير مرغوبة فيها، يعني كان نقدر نقيس ردود أفعال الناس. يعني مثلا أنا شخص اليوم ملاعق بلاستيكية واتصل علي يعني غير يوم وقال لي مثلا أنا ما أريد هالملاعق، فأنا جبت لها، أنا راح أتوقع أنه من عنده ردود أفعال سلبية مهما كان الشخص طبيعي. بس هاي بتعتمد على دراسات وجهود كبيرة، يعني أنت بدك الفرد هذا المجتمع يكون مسؤول، وبده كمان إنه يبذل جهد لأنه يشارك يكون فاعل بالمجتمع. دوره هون يكون فاعل، إنه أنت كمان أعمل دراساتك. طب أنا عم بعمل دراسات، غيري عم بيعمل دراسات، أداء أهمية هذه الدراسات. نعم، حتى يعني يعرفون هسه الموجودين من داخل دولة العراق يعرفون إنه قبل تقريبا 4 أيام أو 5 حادثة يعني بإحدى المناطق موجودة بالعراق بالمحافظة، محل مال كافتيريا لبيع الفلافل، قيل إنهم أصابون أكثر من يعني 250 شخص بالتسمم، لكن بعد التحريات وحتى تم غلق المحل يعني وأضرار جسيمة يعني حتى على أصحاب المحل، فبعدين من اكتشفوا إنه بلش العدد يزيد بالإصابات، يعني كان العدد 250 اللي بايعه، من زاد العدد وصل الى 550 بعد الاكتشافات والتحريات، اصبح المياه هو سبب التسمم. المشكله العقل. فما طلع انه المحل هو السبب. شكرا لك دكتور، بس حابه انوه نحن لا دخل لنا في الشان السياسي، فقط نحن في الشان الذي يرفع من كفاءه الاقتصاد. ارجو الانتباه، شكرا للمداخله جميع، شكرا جزيلا، مع السلامة. تفضل دكتور ملاحظات أخرى. هو الاقتصاد هو والسياسة مرتبطين، مرتبط مباشر، ونحن كمان قلنا السلوك أيضا مرتبط بالاقتصاد، وأيضا هذيك الورش السابقة الاقتصاد المنزلي، كمان المنزلي مرتبط بالاقتصاد،
المنزل يعني. فكل هالمواضيع دائما ما نفصل العلوم عن بعضها، العلوم هي مرتبطه من اجل حياه افضل، مرتبطه ببعض. صح دكتوره، بس مرات يعني مثل ما تفضل دكتوره يعني مداخلات سياسيه، لان صحيح. اكو رقابه على المنصات الالكترونيه، فهذا يعني في ضرر. شكرا دكتور. راح ينزل رابط الحضور، تجي حضور وان شاء الله بعثين. اوكي نختم باذن الله. نعم دكتور في الختام. نعم الله ما في فائدة، ونلتقيكم في ورش أخرى بإذن الله، وشكرا لحسن الإصغاء والاستماع والتفاعل. This session is no longer being recorded. يعطيكم العافية. أقدم جزيل الشكر للدكتورة على هذه المحاضرة والورشة الممتعة وجميع الحضور. نلتقيكم في ورشات قادمة، مع ألف سلامة. Goodbye.